السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمول ضخم على قيد الإنشاء بمدينة البوليدة. وهنا يشوفوا التصميم ديالو اللي يعني ما عجبنيش أنا، يشبه كأنه عمارة سكنية. والله نخليكم المشاهدين، نخليكم الحكم على هذا التصميم. المهم أنه فيه مول كبير راه قيد الإنشاء في البوليدة، وإن شاء الله المشاريع هذه تزيد في يعني النوعية تاع الخدمات، وكذلك نتمنى أن هذا النوع من المشاريع تعم كل ولاية الوطن. نخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.